أهلا فيكم بالتأمل الأول لكورس سحر النجاح. التأمل هذا عشان أحط رؤيتي من خلال التأمل والطاقة. خلينا نسترخي، نغمض عينينا، إيدينا بعاد ورجلينا بعاد عن بعض، ناخد شهيق عميق وزفير طويل. كمان مرة شهيق عميق وزفير طويل. كمان مرة شهيق وزفير طويل. نتخيل مع بعض لون أبيض بيطلع من باطن الأرض. تقرب منكم وتبدأ تمر من الرأس، تملأه بالكامل، الرقبة، تنزل على الأكتاف، الصدر من الأمام، الظهر من الخلف، وتنزل على البطن بالكامل، الحوض، الفخذين، الركبتين، الساقين، القدمين. خد شهيق وزفير، ومع الزفير خلي كل النور، اسمح لهذا النور الحاضر داخلك انه يرخي عضلاتك، جسمك، يحرر مخاوفك. وخذ شهيق وزفير، ومع الزفير شوف النور بيملأ هالتك وحقلك الطاقي. حرر أي طاقة ما بتخدمك. الآن مع بعض بنشوف طاقة بلون أزرق غامق ملكي بيقرب من جسدك. هذا لون القوة الكونية، بيحميك من أي طاقات منخفضة حولك. خد شهيق وزفير واقبل هذا اللون داخلك وحواليك، يملأ طاقتك بالطاقة الكونية من حولك. حوالين الأبيض بتلاقوه بتناغم معاكم. خدوا شهيق وزفير وحرروا أي شيء جواكم. الآن نور بلون الورد، طاقة الحب كلها، اسمح لها إنها تدخل على حقلك الطاقي وتحيطك بطاقة الحب اللامشروط، تدعمك، تقويك. خد شهيق وزفير. استقبل الحب وأنك أنت محب من حولك بقوة وبحب وسهولة ويسر. هلأ حتشوف لون بنفسجي كهربائي بدأ يجيك وكأنه دوامة بيدخل من القدمين عكس عقارب الساعة، بيحررك من أي أحكام موجودة جواك، أي مشاعر، أي شيء يعيق هذه الرؤية من أنها تظهر. خد شهيق وزفير وخلي اللون يدخل جسدك بالكامل في قوة التسامح. خد الأحكام
وخليها تطلع مع هاي الطاقة، يطلع إلى القدمين، الساقين، الفخذين، الحوض، البطن، ويطلع إلى الأعلى الصدر والظهر من الخلف، الرقبة، حرر من أعلى الرأس، خذ شهيق وزفير، حرر تماما. استرخي. الآن حتشوف نور أبيض شفاف موجود أعلى رأسك، بيخليك تتصل بذاتك العليا. امشي مع هذا النور، حتلاقيه أخذك على مكان جميل جدا، طبيعي، مليء بالأشجار، متناغم، كله راحة، وانت في حالة نور مرتفعة وطاقة مرتفعة. هتلاقي قدامك طريق طويل، امشي فيه، هياخدك على جبل، خليك طالع، اوصل قمة الجبل، خد وقتك. وصلت قمة الجبل، انت شايف 360 درجة حواليك، شايف جبال وديان، كون متسع. وانت هناك اتصل برؤيتك وكررها الآن، أنا هنا الآن لي، قولها للعالم من حولك، استشعر الطاقة لهذه الرؤية. وإذا ما كانت عندك رؤية، قول أنا هنا الآن لأخلق تغيير إيجابي في حياتي، حياة من حولي، حياة مجتمعي، وفي حياة الآخرين بسهولة ويسر. استشعر الطاقة بتروح للناس والأشخاص اللي راح يتصلوا فيك وتوصلهم ترددات هذه الرؤية، تتحرك حواليك. شوفها وهي بتروح لكل مكان، لكل شخص، كل اتصال. شوف رؤيتك وهي بتتجلى، شوف حواليك الإشارات، الردود الكونية. وانت في قمة الجبل، خد شهيق وزفير وافتح قلبك بالكامل، افتح طاقتك لتصلك الدعم، يوصلك الحب، يوصلك إشارات كونية تدعم هذه الرؤية. خد شهيق وزفير واسمح للكون إنه يجاوب. الآن ناخد شهيق عميق وزفير طويل، نحرك إيدينا في بعض بهاي الطريقة ونحطهم على عينينا. هلأ شيلهم من على عينين، وبتقدر تفتح عينيك وانتظر الإشارات.